السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات مدارس المناهج الأهلية. أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي. ومعنا هذا اليوم التقويم التجميعي، ونحدد بداية أهداف هذا الدرس. في هذا الدرس حقيقة هدف واحد، هو التأكيد على إتقان مهارات الوحدة السادسة، وهي وحدة آداب وسلوك. سوف نتأكد من خلال هذا الهدف على إتقان جميع مهارات الوحدة التي درسناها من قبل. نبدأ في الدرس التقويم التجميعي. أقرأ وأجيب. قال فواز: بينما نحن في السيارة رأينا الناس يعبرون الشارع إلا رجلا مسنا لم يستطع العبور. أوقف والدي سيارته واقترب منه، ألقى عليه التحية ثم أمسك بيده وساعده في العبور. وقبل أن يعود والدي رأيت الرجل يرفع يديه ويدعو له. أستخرج من النص ما يأتي: كلمة تبدأ بأل الشمسية. نعود إلى النص ونقرأ كلمة كلمة، ثم نبحث عن الكلمات التي تبدأ بأل، ثم نكتبها في مكانها المناسب. قال فواز: بينما نحن في السيارة رأينا الناس يعبرون الشارع. ما الكلمة يا أولاد في هذا السطر؟ ما الكلمة في هذا السطر؟ نعم، هي كلمة السيارة، هي كلمة السيارة، وأيضا كلمة الناس، وأيضا كلمة الشارع. يعبرون الشارع إلا رجلا مسنا لم يستطع العبور. أوقف والدي سيارته واقترب منه، ألقى عليه التحية، أيضا كلمة التحية، ثم أمسك بيده وساعده في العبور. وقبل أن يعود والدي رأيت الرجل، نعم كلمة الرجل، يرفع يديه ويدعو له. إذن هناك كثير من الكلمات التي تبدأ بأل الشمسية، منها كلمة السيارة. المطلب الثاني هو كلمة تبدأ بأل القمرية. مرت علينا ونحن نقرأ العبارة بعض الكلمات التي تبدأ بأل القمرية، منها كلمة العبور، كلمة العبور. كلمة مختومة بالتاء المفتوحة، كلمة مختومة بالتاء المفتوحة. هناك كلمات تنتهي بتاء مربوطة وكلمات أخرى تنتهي بتاء مفتوحة، كيف نفرق بينهما؟ هناك كلمات تنتهي بتاء مربوطة كهذه، وكلمات أخرى تنتهي بتاء مفتوحة كهذه، كيف نفرق بينهما؟ التاء المربوطة عند الوقف تنطق هاء، تنطق هاء، مثل كلمة مدرسة، لو وقفنا عليها وسكننا آخرها تنطق هاء، نقول مدرسة، نقول مدرسة.
أما التاء المفتوحة فعند الوقف تنطق كما هي تاء، تنطق تاء مثل كلمة البنات، البنات وهكذا، وقفنا عليها ونطقناها تاء. نرجع إلى النص ونبحث عن كلمة تبدأ أو تنتهي بتاء مفتوحة. هي كلمة رأيت. أحسنتم. كلمة مختومة بالهاء، كلمة مختومة بالهاء. الهاء في آخر الكلمة لها شكل يشبه التاء المربوطة لكن بغير نقاط. تكتب الهاء في آخر الكلمة بهذه الطريقة. بهذه الطريقة تشبه التاء المربوطة ولكنها بغير نقاط. ننظر إلى العبارة ونستخرج كلمة تنتهي بهذا الشكل، هي كلمة منه. أحسنتم. كلمة فيها حرف مشدد. ما معنى المشدد؟ هو المضعف. أحيانا يطلب مني حرفا مضعفا، هو نفسه الحرف المشدد. والحرف المشدد عبارة عن حرفان. الحرف المشدد، ننظر إلى الحرف المشدد، يكتب بهذه الطريقة مع الفتحة، شدة مع الضمة، وشدة مع الكسرة. وهذا الحرف هو عبارة عن حرفين. نحاول أن نستخرج من القطعة حرفا مشددا. نعم، كلمة الناس، وأيضا مسنا. كلمة مسنا هذا الحرف هو حرف النون، تنقسم كأن حرف النون المشدد عبارة عن حرفين. الحرف الأول هو نون ساكنة والثاني نون محركة بالفتح. السيارة كلمة فيها حرف مشدد أو مضعف، هي كلمة فواز. أيضا كلمة فواز فيها حرف مشدد. كلمة فيها مد بالألف، نرجع إلى القطعة ونشاهد. قال أول كلمة، قال فواز. الناس. المطلب التالي هو كلمة فيها مد، فيها مد بالواو. كلمة فيها مد بالواو. نعود إلى القطعة ونمر عليها. كلمة يعبرون، وأيضا يدعو، وأيضا العبور. كلمة تكررت في النص، كلمة تكررت في النص. هناك كلمة في النص تكررت أكثر من مرة. نقرأ العبارة سريعا ثم نبحث عن هذه الكلمة. نعم، يستطيع العبور وساعده في العبور. كلمة العبور تكررت
مرتين في هذه القطعة. ننتقل إلى المطلب الثاني أو التالي لهذا. دعا الرجل المسن لوالد فواز فقال، ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال له، تخيل معي ماذا قال هذا الرجل المسن لوالد فواز. سوف يقول له: اللهم بارك له وارزقه، أو أي دعاء آخر مناسب. ننتقل إلى التدريب التالي. أرتب الكلمات، أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة. نقرأ كلمة كلمة: إلا الطلاب طالبا حضر. ما هو الترتيب المناسب؟ هل يكون إلا الطلاب طالبا حضر؟ هذه إجابة خاطئة، لابد أن نفكر ما هي الكلمة الأولى. الكلمة الأولى هي كلمة، نعم، هي كلمة حضر. الكلمة الثانية: من الذي حضر؟ حضر الطلاب، حضر الطلاب. إلا أداة الاستثناء، إلا طالبا حضر الطلاب، إلا طالبا. ننتقل إلى العبارة الثانية أو الجملة الثانية: السيارات إلا وقفت سيارة. ما هو الترتيب الصحيح؟ الترتيب الصحيح هو: وقفت السيارات، أداة الاستثناء إلا، إلا سيارة. وقفت السيارات إلا سيارة. هذا هاتين الجملتين أو هاتان الجملتان، هاتان الجملتان التي بين أيدينا، ماذا تلاحظون يا أولاد؟ ماذا تلاحظون؟ ما نوع هذا الأسلوب في هاتين العبارتين؟ نعم، درسناه في الوحدة وهو، وتكلمنا عنه كثيرا في الدرسين الماضيين، وهو أسلوب الاستثناء. الاستثناء. ما أسلوب الاستثناء؟ أسلوب الاستثناء نعبر به عن غياب عنصر، عن غياب عنصر معين من الجملة. كيف يتم هذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب نستخدم فيه أداة مناسبة للاستثناء، وهي إلا، وهي كلمة، وهي كلمة إلا. ما أركان هذا الأسلوب؟ أركان هذا الأسلوب يكون عبارة عن الأداة وهي إلا، ويسبقها، يسبق هذه الأداة، يسبقها المستثنى منه، وهو كلمة في العبارة الأولى أو في الجملة الأولى هو كلمة الطلاب. ويبقى إذن يسبق الأداة المستثنى منه، ويأتي بعد الأداة المستثنى. في العبارة الثانية أو في الجملة الثانية، هذه هي الأداة وهذا هو المستثنى منه، وهذا هو المستثنى. ننتقل إلى التدريب التالي. ننتقل إلى التدريب التالي، وهذا التدريب في الظروف أو في الظرف بنوعيه: ظرف الزمان وظرف
المكاني. أكمل الجمل الآتية بوضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب: فوق، تحت، قبل، بعد. يمشي الناس ماذا؟ فوق، تحت، قبل، بعد. يمشي الناس ماذا؟ فراغ الرصيف. يمشي الناس فوق الرصيف. أحسنتم. نلقي التحية فوق المصافحة، تحت المصافحة، قبل المصافحة، بعد المصافحة. نلقي التحية. نعم، هذه هو، هذا هو الجواب الصحيح. نلقي التحية قبل المصافحة. عاد والد فواز إلى السيارة فوق أم تحت أم قبل أم بعد مساعدة الرجل المسن. فكر معي. عاد والد فواز إلى السيارة، أحسنتم، بعد مساعدة الرجل المسن. ننتقل إلى التدريب التالي، وهو يساعدنا، هذا التدريب يساعدنا على إعادة ترتيب وبناء الجملة. وكما تعلمنا أن اللغة، أن الجملة في اللغة العربية لها شكلان، لها شكلان، هما الجملة الإسمية، هما الجملة الإسمية والجملة الإسمية هي التي تبتدئ، هي التي تبدأ باسم، تبدأ باسم، تبدأ باسم وتتكون من، وتتكون من مبتدأ، هذا ركن أساسي في الجملة الإسمية، يأتي بعده فيما يليه، يأتي فيما يليه الخبر، وهذا أيضا ركن من أركان الجملة الإسمية، ثم تأتي من بعد ذلك المكملة وهي ليست أساسية، المبتدأ، تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر ثم المكملة. الشكل، هذا هو الشكل الأول، هذا هو الشكل الأول من أشكال الجملة في اللغة العربية. الشكل الثاني هو الجملة الفعلية. والجملة الفعلية كيف نعرفها؟ هي التي تبدأ باسم، هي التي تبدأ، اعتذر، هي التي تبدأ بفعل وتتكون من فعل، من فعل، هذا ركن أساسي، زائد فاعل، تبدأ بفعل وتتكون من فعل زائد فاعل، ثم تأتي بعد ذلك المكملة. نعود إلى إعادة بناء الجملة ونحاول أن نعيد ترتيبها كما يطلب مني. أعيد ترتيب الجمل الآتية مبتدئا بما تحته خط: خير قدوة لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خير قدوة لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يطلب مني أن أبتدئ هذه الجملة بكلمة نبينا. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا. الجملة التالية: علمني أبي أن أقول الصدق دائما. بما نبدأ؟ نبدأ بكلمة أبي. نعم،
أبي علمني. بدأنا بالاسم ثم يأتي بعد ذلك الفعل. علمني أبي، علمني أن أقول الصدق دائما. بهذا قد أعدنا ترتيب هذه الجمل. نعود مرة أخرى لنستكمل هذا التقويم. أنون الكلمات الآتية تنوين فتح وضم وكسر. نبدأ بكلمة منزل. بكلمة منزل هي خالية من التنوين، ويريد منا أن ننونها تنوين فتح ثم ضم ثم كسر. من الإجابة سوف تكون من زيلا. ما رأيكم في هذا الأداء؟ هل هذا صحيح؟ هذا خطأ. لماذا؟ لابد من زيادة ألف بعد تنوين الفتح، ونكتبه بهذه الطريقة أصبحت من زيلا. طيب عند صياغة تنوين الضم هل نزيد ألفا؟ لا نزيد ألفا إلا عند تنوين الفتح بهذه الطريقة. من زيل، من زيل. كلمة منادي كيف نصوغ منها تنوين فتح؟ مناديا. أحسنتم، أصبحت الياء وسطية هكذا ثم زيادة ألف في آخر الكلمة. مناد، ما هذا الشكل؟ عندما تكون الكلمة آخرها ياء تنون بهذه الطريقة عند تنوين الضم وأيضا عند تنوين الكسر. مناد، ما هذه القاعدة يا أستاذ؟ هذه القاعدة سوف ندرسها في سنوات لاحقة وفي مراحل أخرى. كلمة، ننتقل إلى كلمة زجاج. زجاج كيف ننونها؟ زجاجا. نعم، أصبحت هذه الحرف الجيم وسطي ثم زدنا ألفا. زجاجا، زجاج. هل نزيد ألفا هنا؟ لا، زيادة الألف فقط عند تنوين، عند صياغة تنوين الفتح فقط. زجاج، زجاج. أحسنتم. كلمة نافذة كيف ننونها تنوين فتحان؟ هل نصوغها بهذه الطريقة؟ هل هذا صح؟ لا يصح أن نزيد ألفا في تنوين الفتح في بعض الكلمات، منها التاء المربوطة. منها التاء المربوطة لا يصح أبدا أن نزيد ألفا، لابد أن نكتبها بدون ألف. طيب يا أستاذ، ما هي الحالات؟ ما هي الحالات التي لا نزيد فيها ألفا، التي لا نزيد فيها ألفا عند تنوين الفتح؟ الحالات التي لا نزيد فيها ألفا عند تنوين الفتح، الحالة الأولى عندما تكون الكلمة آخرها تاء مربوطة ننونها هكذا بدون زيادة ألف.
والحالة الثانية هي أن تكون الكلمة آخرها ألف وهمزة. الحالة الثالثة الثانية أن يكون آخرها ألف وهمزة، تكتب هكذا. الحالة الثالثة أن يكون آخر الكلمة ألف قائمة كهذا، تكتب هكذا. الحالة الرابعة أن يكون الكلمة آخرها ألف مقصورة، يكتب التنوين على الحرف الذي يسبق الألف المقصورة هكذا. مثال لكل حالة: كلمة فتاة ننونها هكذا فتاة، كلمة في الحالة الثانية كلمة ماء ننونها هكذا ماء، في الحالة الثالثة كلمة خطأ، كلمة خطأ ننونها هكذا خطأ، في الحالة الرابعة كلمة ملقا ننونها هكذا، التنوين على حرف القاف، على الحرف الذي يسبق الألف المقصورة. نعود إلى التدريب. إذن كلمة نافذة تنون هكذا بدون زيادة ألف، تنوين الضم نافذة، تنوين الكسر نافذة. بهذا نكون قد راجعنا على التنوين بأشكاله المختلفة. نعود مرة أخرى إلى التفريق بين الياء والألف المقصورة. أرسم خطا تحت الكلمات التي تحوي ألفا مقصورة على شكل الياء ولكن بدون نقاط. أرسم خطا. كلمة أجني، هل أضع تحتها خطا؟ لا أضع تحتها خطا. لماذا؟ لأنها تنتهي بياء منقوطة، بياء عادية. أما كلمة ألقى، هل نضع تحتها خطا؟ نعم، لأنها تنتهي بألف مقصورة. كلمة أقتدي بما تنتهي؟ تنتهي نعم بياء منقوطة، لذلك لا أضع تحتها خطا. كلمة رمى، هل أضع تحتها خطا؟ نعم، لأنها تنتهي بألف مقصورة. كلمة اشترى، هل أضع تحتها خطا؟ نعم، لأنها تنتهي بألف مقصورة. كلمة أبي، هل أضع تحتها خطا؟ لا أضع تحتها خط، لأنها تنتهي بياء منقوطة. كلمة عني، هل أضع تحتها خطا؟ لا أضع تحتها خطا، لأنها تنتهي بياء عادية منقوطة. كلمة عفا، هل أضع تحتها خطا؟ لا، لأنها تنتهي بألف قائمة. نعود مرة أخرى إلى التدريب. نجد أننا قد انتهينا منه وحققنا الهدف الأساسي، ألا وهو التأكد والتأكيد على جميع القواعد والظواهر التي درسناها فيما سبق. يتبقى لنا فقط مهارة النسخ، وهذه المهارة هي
مهارة الإملاء المنسوخ وتتطلب منا التركيز على مهارات هذه العبارة وبعد ذلك كتابتها وبعد ذلك نكتبها بشكل صحيح وبخط جميل مع الالتزام بالخط وتنسيق الحروف وكتابتها بشكل لائق وجميل. بهذا يا أعزائي نكون قد انتهينا من التأكيد على مهارات الوحدة وانتهينا من التقويم التجمعي. أشكركم لحسن استماعكم وأشكركم على اجتهادكم وحرصكم على العلم والتعلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.